هل يعني هل اليوم ما هو موقف الديمقراطيين من هذه الزيارة أو التوقف، وخاصة أن هناك أصواتا بداخل الحزب الديمقراطي تنادي بدعم بعدم استفزاز الصين في هذا الملف التايواني؟ نعم، بالرغم من ذلك هنالك انقسام في الرأي العام الأمريكي وفي حزب الديمقراطي وفي الحزب الجمهوري حول هذا الموضوع. نذكر جيدا كيف أن نانسي بيلوزي رئيسة مجلس النواب السابقة هي من الحزب الديمقراطي وهي من أقرب الحلفاء للرئيس بايدن، وبالرغم من ذلك ومع أن الرئيس بايدن كان نصحها بعدم الذهاب ولكنها قررت أن تذهب، إذ أن مجلس النواب والكونغرس بالذات بما في ذلك مجلس الشيوخ مستقل تماما عن الإدارة الأمريكية، لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تفرض رأيها على مجلس النواب، هنالك فصل السلطات بكل معنى الكلمة. ولكن ما أخشاه الآن أنا أن كيفن ماكارثي الرئيس الحالي لمجلس النواب والذي هو من الحزب الجمهوري هو يعارض الرئيس بايدن بشدة ويحاول إحراج بايدن في شتى المواقف. أنا أخشى أن يقوم بلقاء السيدة رئيسة تايوان، رئيسة تايوان تساي إنغوين، ليس فقط لتنفيذ كلمته ولكن أيضا لإحراج الرئيس بايدن وخلق مزيد من المشاكل له، خاصة ونحن على أبواب حملة انتخابية رئاسية قريبة، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن ترشحه للانتخابات السنة القادمة، وقد يكون في ذلك طريقة لإظهار أنه هو الذي الرئيس بايدن لم يدر العلاقات مع الصين بطريقة جيدة، ولتثبيت أكثر وأكثر بأنه رئيس غير قوي وضعيف، قد يكون ذلك ممكنا أيضا. نعم، إذن برأيك اللقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي لا يحمل في طياته أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة للبلدين، هو فقط يعني نوع من الكيدية السياسية؟ يبدو كذلك، لأن لا يوجد كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب ليس هو من يقوم بالعلاقات، الإدارة هي التي تحدد مستوى العلاقات بين تايوان وبين الولايات المتحدة، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة لا تعترف باستقلالية تايوان، وهي تعترف بالصين دولة واحدة، ولكن في الوقت نفسه لها علاقات اقتصادية ولها علاقات تجارية وثقافية مع تايوان. وبعد أن أقفلت سفارة تايوان في واشنطن منذ عقود من الزمن بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالصين، يوجد هنا مكتب اسمه معهد المعهد الأمريكي لتايوان، وهو بمثابة لتأمين العلاقات بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان. رئيس هذا المكتب، رئيس مجلس إدارة هذا المكتب سيستقبل وسيلتقي بالرئيسة التايوانية في نيويورك، ولكن ليس كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب هو الذي يحدد سياسة الولايات المتحدة. هنالك قانون صدر في العام 79 في الولايات المتحدة اسمه قانون العلاقات مع تايوان، يحدد طريقة العلاقات ولا يمكن الخروج عن هذا القانون. الولايات المتحدة عندها سياسة تعترف هي بأنها سياسة غموض تجاه تايوان، تقول أن هي تعترف بصين واحدة وأن تايوان هي جزء من الصين، ولكن في الوقت نفسه تعترف بأن هنالك استقلالية ذاتية لتايوان وتتعاطى معها بطريقة مستقلة عن تعاطيها مع الصين، دولة الصين الشعبية. نعم.